بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم مريم الحجوج أغا، خبيرة داء السكري بإنجلترا. حصة اليوم إن شاء الله أو الجزء الثاني من الحصص خصصتها للسكري ورمضان، غادي نخصصها للإفطار بعد الصيام في رمضان، وهي موجهة بصفة خاصة لمرضى السكري اللي مسموح لهم أنهم يصوموا، اللي عندهم السكري ديالهم جيد، ونصحوا من قبل الأطباء ديالهم أنهم يصوموا. إذا بالنسبة للحصة ديال اليوم غادي نتطرق لتصحيح بعض الأخطاء اللي كيوقعوا فيها مرضى السكري خلال شهر رمضان ولينا هما كيصوموا، وغادي نتطرق للإجراءات اللي خص مرضى السكري من النوع الثاني مرخص لهم بالصيام أنهم يديروها ضروري ومؤكد قبل ما يقروا أنهم يصوموا. وكذلك غادي نتطرق لواحد الموضوع لينا مهم جدا، وهو تغيير عادات الأكل في رمضان مع السكري. إذا تصحيح بعض الأخطاء اللي كيوقعوا فيها مرضى السكري: يجب على مرضى السكري زيارة طبيبهم قبل أن يقرروا الصيام. هذه قلتها لكم في الحصة الماضية ولكن غادي نأكد عليها بزاف لأنها مهمة جدا. الناس كيمشيو غالطين، كيجيب لهم الله بأن زيارة الطبيب ما عندها لاش، لأنهم كيحسوا بأنهم مزيانين الصحة ديالهم وما عندهم تشي أعراض. نبغي نقول لكم بأن الخطورة ديال مرض السكري من النوع الثاني أنه الأعراض ما كتبانش، ما كتحسوش بها، ولهذا زيارة الطبيب قبل ما تصوموا راها مهمة وضرورية جدا. الطبيب غادي يمشي يقلب لكم الضغط الدموي ديالكم، وغادي يقرا لكم التحاليل ديالكم، لأن التحاليل والضغط كيبينوا واش عندكم مضاعفات، واش بداتكم ولا لا، لأن كاين مضاعفات اللي كتطلب واحد الوقت كبير باش كيديفلوباو. مثلا الكلي، الا تقاسوا الكلي في المرحله الاولى والثانيه والثالثه راه ما كتحسوش بهم، ولكن داكشي كيبان في التحليله ديال الدم، والدكتور هو اللي عنده الحق انه يرخص لكم الصومو ولا لا. لانها بزاف ديال الناس كيجيو كيسولوني الطبيب قال لنا ما تصوموش، واش نديرو؟ بكل بساطه ما تصوموش، لان الصيام غادي يضر بالصحه ديالكم، وربما انه المضاعفات اللي عندكم دابا حاليا راه ممكن انها ولا صمتو غادي تطور لمرحله اللي هي اخطر من المرحله الحاليه. ولهذا اسمعوا للطبيب ديالكم، الا قال لكم ما تصوموش ما تصوموش. اذا الطبيب كيعطيكم الجرعات والتوقيت ديال الدواء اللي خصكم تاخذوه، ربما كيعطيكم حتى البروتوكول، يعني التغذيه اللي خصكم تاخذوه والشحال ديال الكربوهيدرات. ربما انا ما كنعرفش الاطباء ديال السكري في المغرب شنو كيعطيو لمرضى السكري قبل رمضان، ولكن نورمالمون خصهم يعطيوهم توجيهات صحيه وصحيحه باش يحافظوا على السلامه ديالهم اثناء الصيام. إذا بالنسبة لهذه التوصيات راها كتكون فردية. ماذا يعني بفردية؟ أنها كل واحد راه مختلف على الآخر، من حيث الدواء، من حيث نمط الحياة، من حيث مثلا الناس اللي نوعا عندهم البوا زايد، عندهم مشكلة الوزن، كاين اللي عنده المشكلة ديال أنه ضعيف بزاف وفاقد الوزن. يعني الأطباء راهم كيعرفوا شنو الأدوية اللي كتناسبهم وكتعطى لهم. ديك الروتين اللي كنتو كتاخذوا فيه الدواء في النهار مختلف على الروتين ديال الأدوية اللي غتاخذوها في الليل مع الوجبات ديال الليل، يعني الفطور والسحور والعشاء وغير ذلك. بالنسبة لبعض الناس أنهم كيفكروا بأن فلان مشى لعند الطبيب وعطاها شنو يدير وعطاها الأدوية اللي غادي ياخذ والوقت ديالها، أوكي بلاش حنايا ما عندنا الوقت نمشيو لعند الطبيب، بلاش. لا، كل واحد خصو يمشي يزور الطبيب ديالو، المعالج اللي متبع معاه الحاله ديالو. كما قلت لكم في الاول، راه الطبيب ديالكم هو اللي عارف الحاله ديالكم المرضيه والتطور ديالها، ضروري ومؤكد. ما تمشيوش تتبعوا وحدين اخرين على البروتوكول ديالهم ولا التوصيات الصحيه ديالهم، راها كل واحد مختلف عن الاخر فيما يخص الحاله المرضيه والتطور ديالها. اذا هذا الشيء مهم خصكم تردوا بالكم منه. بالنسبه للاجراءات اللي لابد لمرضى السكري اتخاذها فتره الصيام: اولا يجب عليكم اختبار مستويات السكر في الدم بشكل روتيني لضمان صيام امن. يعني خصكم تفحصوا السكر ديالكم ساعتين وحتى الاربعه ديال الساعات على الاقل من بدء الصيام، يعني من بعد السحور منين تفيقوا من الناس خصكم ضروري تقلبوا السكر ديالكم، ولا الا كنتو خدامين مثلا قبل ما تمشيو للخدمه قلبوا السكر ديالكم في الصباح.
وكذلك مرتين خلال اليوم. إذا كان عندكم السكر مزيان غادي تشوفوا عاوتاني في وقت مثلا الظهيرة ولا قبل المغرب، مهم تقلبوا السكر ديالكم بصفة روتينية. يجب عليكم كسر الصيام على الفور إذا وجدتم أن المستويات ديال الجلوكوز في الدم ديالكم أقل من 70 ميلي جرام بار ديسيليتر أو ارتفعت بشكل كبير جدا لأكثر من 300 ميلي جرام بار ديسيليتر. هذه المقياسات هذه خطيرة جدا وتشكل خطر على صحتكم، وقد تشكل أيضا خطر على حياتكم إذا كان عندكم الهبوط، يعني خصكم تردوا بالكم. بالنسبة لتغيير العادات الأكل الرمضانية مع السكري، تعتبر إدخال بعض التعديلات على نمط حياة ضرورية جدا للحفاظ على صحتك أثناء الصيام ديال رمضان. كنذكر منها بأن التمر والحليب عندي عادة ديال الإسلام، التمر والحليب اوكي بالنسبه للناس اللي هما عاديا الحليب يقدروا يشربوا اللي بغاو منه، والتمر يقدروا ياكلوا شحال ما بغاو منه، ولكن بالنسبه لمريض السكري يجب ان يتذكر ان التمر يحتوي على نسبه عاليه جدا من السكريات سريعه الامتصاص في الجسم. ما معنى سريعه الامتصاص في الجسم؟ يعني عندها الجليسيميك اندكس مرتفع، ملي كتاكلوا مثلا تمره راها مباشرة كتطلع السكر بواحد الطريقة صاروخية في مجرى الدم، يعني ردوا بالكم. بالنسبة للناس اللي قلبوا قبل الإفطار السكر ديالهم ولقاو بأن عندهم منخفض مثلا 70 ميلي جرام بار ديسيليتر، راكم عندكم الحق تاخذوا تمرة واحدة، وأكرر تمرة واحدة مع كاس ديال الحليب سخون باش الجسم ديالكم يتمتص ديك السكريات اللي في ديك التمرة في الجسم بسرعة، باش في خلال 10 ديال الدقائق غادي يطلع لكم السكر لمستوى عادي وما تبقاش حاسين بالهبوط. بالنسبة للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون، تجنبوا الله يجازيكم بالخير الأطعمة ديال رمضان، الشباكية، الزبريوات، أي حاجة اللي هي خطيرة جدا على الصحة ديالكم بعدوا منها في رمضان. اكتفوا بالأغذية اللي هي صحية اللي أنا شرحتها لكم من قبل، وغادي نعطيكم من بعد واحد النموذج اللي تبعوه. بالنسبة للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح كذلك ردوا بالكم منها، يعني الملح والسكر لا يجب على مريض السكري لأنه هو صائم أنه يأخذها بزاف في رمضان. والنصيحة اللي هي أساسية اللي غادي نأكد لكم عليها هي أنكم ما تاكلوش تتشبعوا، لأن الأكل حتى الشبع خطير جدا لمرضى السكري. إذا ردوا بالكم، النظام الغذائي الصحي المتوازن يشمل الكثير من الخضر والسلطة والقليل من البروتين والنباتية والحيوانية مثل البيض والسمك والدواجن والقطاني، وقليل من النشويات بطبيعة الحال في الوجبات الليلية، مع عدم نسيان حصتك اليومية من الفاكهة، يعني حصة واحدة من الفاكهة في الليل كافية. بالنسبة للمريض السكري شنو خصو يدير؟ خصو ياكل في صحن منفرد. هذه القاعدة اللي انا هي كنأكد عليها، ان مريض السكري بمجرد انه يتشخص بمرض السكري تعلم انه ما ياكلش مع العائلة، ياكل في صحن خاص به، ويقسم الصحن الى قسمين. قسم غادي يخصو للخضر والسلطة، الخضر الغير نشوية اللي كان أتكد عليها أنا، البطاطا راه ماشي خضرة، راه من النشويات. يردوا بالكم إلا بغيتوا تاكلوا بطاطا ما تاكلوش الخبز، ولكن الخضر اللي فيها الجليسيميك إندكس مرتفع بعدو منها، والخضر اللي فيها الجليسيميك إندكس منخفض ركزوا عليها ودخلوها في النظام الأكل ديالكم، والسلطة بطبيعة الحال. بالنسبة للنصف الآخر من الصحن غادي تقسموه على جوج، النصف غادي تخصوه للبروتين، البروتين، ومن الأحسن تناولوا البروتين اللي هو من أصل نباتي والقليل من أصل حيواني. بالنسبة للنشويات اختاروا المنتوجات الحبوب الكاملة لأنها مهمة جدا، بس النشويات ما خصوش تاخذوا منها بزاف، ردوا بالكم من الكمية لأنها هي اللي مسؤولة الكبيرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم. اختار شرب الماء أفضل من شرب العصائر المحشوة بالسكريات لأنها سريعة الامتصاص في الدم، وهي كترفع من مستويات السكر في الدم بطريقة سريعة جدا. ردوا بالكم خصكم تشربوا غير الماء، من الأحسن تجنبوا العصائر. يمكن الوقاية من ارتفاع قياسي في نسبة السكر في الدم عن طريق توزيع السعرات الحرارية على وجبتين أو ثلاثة وجبات صغيرة خلال الليل،
يعني ما تاكلوش وجبة كبيرة في الفطور، يعني كلوا شوية في الفطور، بعد ساعة كلوا مثلا فاكهة، وبعد واحد ساعتين كلوا وجبة أخرى صغيرة، وفي السحور عاوتاني كذلك ومثال كلوا وجبة صغيرة في السحور، وهكذا عندما ينتهي شهر رمضان إن شاء الله يوم العيد. ردوا بالكم الحلويات ممنوعة، كتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. بالنسبة للأكل، بتجنب الإفراط في تناول الطعام بطبيعة الحال، لأن كيكون يعني المائدة كتكون كبيرة، ردوا بالكم يعني الأيام كلها خاصة تكون بنفس خصوصيات. بالنسبة لمريض السكري، اللي كيتشخص بمرض السكري خصو يردو بالو، يعني ما كاينش نهار يوم العيد خليني ناكل اللي بغيت، لا، ما الأحسن إنسان يدير الطبق اللي وريتكم خلال وقت الصيام وغير الصيام وخلال الأعياد، باش تحافظوا على الصحة ديالكم. وكنصح عاوتاني باش ترجعوا تزيروا واحد الزيارة للطبيب للحصول على إرشادات حول تغيير الدواء بطبيعة الحال إلى ما كان عليه قبل رمضان. إذا رمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بصحيحة وطول العمر. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، شكرا على حسن المتابعة. كانت معكم مريم الحجيوش آغا، والسلام عليكم ورحمة الله.